الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. أيها الأحبة في الله، بشي رمضان أيا إلهي لسو كارسي والحمد لله شمع ذي ذي بغر ريسي أيا إنو تشوقنا بشني وبشي خيراتك يا بركاتك يا حسناتك يا طاعاتك وربك أن تبارك وتعالى إذا بدنا خيرا ينوفري أعمال بدنا وقول وأننا ينوشي وح بدنا إله ينوفذ ذي تبارك وتعالى شياطين تين إله إنك قبطو إنك حر حري فرصة دوية لدوني إنك فايدست عباداتك إله لو قول وهذا بشن صلاة كذب شنت الصلاة ضد مركة لقيمات عبادة أقوم إمسن وعبادة أي بشأن خاص كالله وأنا صون كواجب كا تير كأه الركن كا إلهي إنه هو واجبي تبارك وتعالى بشأن خاص له عبادة أي خاص كالله تعي أي أقوم إمسن وحي إلهي اللي قلت أو هذا مركة لقيمات شنت الصلاة ضد عبادة الصونكو أجر بدني يفضي بدن بالغشه أبل قدوين بالغشه إلهي رضيه سالوه قارا الله تبارك وتعالى وحوين بكبحية لكن عبادة مركو إلهي وناكو قصينا يو كا أقبل يو أجر كأتكه ليسو وامرك عبادة ذو قرحضو وضوصة ميسو سيدي لوجي دي سيدي لوغو تلقل لوغو أمري هذا دولت ما دو سيدي لوجي دي سي آن هاي و تيب كاغ كالتمت و آدن سيحن وحوكو تاري ميزو سأصدرات دي بان نبي كان وحول صلى الله عليه وسلم عيدي عمل سميسا أمر كان نغو أوسن كدو السقنين و أن نغو آنان چيدينين عمل كان لنب موسن چيدينين أما وجدي يا سيدي وجدي يا سي أنا هين بعض الصميس نبي يقول صلى الله عليه وسلم فهو رد والغوصو حليني نبي قال له حكى صلى الله عليه وسلم إن بضم با صومان أو صوم كوضا أون إيا غاشم ويا وحكى لأن كهلين أبا الملي وغاشو دي وانا أومي لكن إلا يكتسح أومي له كيد ملي صوت محيطة هاي صون كأوصوميه معها كي الله دري هل كان سوحا إيماني سوحا مهما إنه كود دالو صون كأن سيان أغردقنا مدوافق سن شرحي ربي تبارك وتعالى سيدين لينوغا أقبلا سيدين كسحنا الحمد لله دادك مسلمين تمرك بشر رمضان صوكا شو غالبا والو ذا صوميه والو قد دالا صون كا لكن وحبدا خلط وحوكسو قال يا قابك اللو صوميو حياله اللو باهي يسي صون كأنه أصحو لينوغا أقبلو وعلا بشي وحنوا وحل دوني إني إنو لن نمانو وحنوا وحل دوني إني إنو إسكيلالي أفعال وتروكات وحياله اللو دوني إني إنو لن نمانو وحاكم ذا والله فنبر إيا أساسو أصونكا إن هبينك إن تنواب برين أن يسيت الصونك قلبك إن أو كبريو إن أدبري سوميسو صونك واجبك قل رحضو مركي لحظو إلى آذانك صلاة الصبح لك قاري البرق سنهان لقوتي وإن قلبك أدقلسو إن أدبري سوميسو صونك واجبك حديك رافت النية داسي صون كاغاسي مجرو نبي قلنا وحيد صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له انت واقو برين روحي أن قلبك يسا صون كاقلنين وكبري سينين صون ملك رسولك صلى الله عليه وسلم مركا أرين كاين لكو تدالوه ومباهنا إن العرب كاقرنا واقضوه نويت صوم غدني ومباهنا لكن وإن قلبك أتكك وأنصتوت كقد تلك الشنطه إن أدبريسونت إنت سوي وحلو بها قضب كاسي وقضب ككوبات
قدب كالبادي وحوي او سوء ان لازم هين لكن سنة او لوبا هين ان جاني كدم بها بينك ان صحورته واحد يجي النبي جينا صلوات ربي وسلامه عليه وطريقة دي شرعي جينا نبي جينا ان امر صلى الله عليه وسلم صحورته ويل صحورته بركه كجرتين وحن نبي جينا كما قعب صلى الله عليه وسلم انتو بركه يسمو كما قعب النبي صلى الله عليه وسلم إن كتجنا وإلود يذا وحده هكتجنا وعنتبر كيسنا هكتجنا ولو حتى هدد وحك لو يذا ابن صلى الله عليه وسلم كببي أكبو سيهذا جرك وهش وحن النبي صلى الله عليه وسلم الله إيا ملائكتي سوحي قصة لنا ياندتك سحورنا يا كريم معها سحورتو إن تصنك أبوحي وقيسته لكن سحورتو وعباده سحورتو أجر بالغيه لا ثوابا كجرا إلى النبي جاء نقارسي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حديث عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه صون كان نقب رسول صلى الله عليه وسلم هي صون كأهل الكتاب كيهودي النصارى وحكى للصعور وكلا قرتو كلا مراي وسحورته قال إنك دمبل لسحورته ولما النبي جاء صلى الله عليه وسلم دب أولي جيري ووابرك كل وين جيرت سحورتي صلى الله عليه وسلم أرن كانوا أرجلوا بها يا إني ننفض ذي سليم. هذه واجو كوبر يسون كنا كوجن تمي أني يستي. هل كواح إيمان يسمر كواح يقدم بيوانا تسك إلى ليسو لما شيء. مدي وسون كواجو تبينا يا. وواح يلا سون كتبي وبابي يا. واجب كنا كارد إيمايو. مدينة وصون كي ومبوريو لكن أجر كات كربتي أبال قد كي سيبا بابا يا منوس قامي مدهور وحوي وحيالا صون كتشبي ووحكوبا والحمد لله ووحلا ترين كرو لنا الله حفظين كرو ليس كان إلى لين كرو فضوت وحاقوه الرئيس قال مضى رقية دمر قد أحمرت الله قرآن قوي نوو شيء تبارك وتعالى نبي جنا صلوات ربي وسلام على الحديث دي سكوع دي قال ماذا وحلم إذا قاب كست يسكست الشهوة الروح أوجت أما جعنتها كوجت أما قالها استعماله قاب كست الشهوة أوجت قال ماذا يبي لم تهايو صن كواش بنيسا مركماني كرمضان إسك إلاني وحق لبات عنيتانك يا حبيتانك كسك الله عنو الله إذن إلهي القرآن الكريم قوائل وقشاقي وكلوا واشربوا حتى يتبين هبين كي أمعنا لكن واقو مركو بريجوجيا إذن وقضوا كلبات عنتانك يا عبيتانك وحا لمعناء ويساقوا نفسونك تشبينيا وحكا استقوا عنتدي يا عبيتانك اللوغا كافتومي كرو اللوغا مارمي كرو وشيركا ديفينيا سيدا فلين بدأ يربضا حدد الاسكسيو اي روحا ديفيا اي نفقضا سيا اي عنتدي عبيتان كاللقا كافتومي كرو وعنتدي عبيتان بي لم يدي صنك واجبين ايا وحاسد حاد وحاسد حيا اينا اسكمنتج صو نبي نوح صلى الله عليه وسلم روحي ومنتج صوطاف او كتنبطو او اسكي مادو قلقكم اللقم لي صنك ساوتو لكن روحي إسكما تجيب النبي صلى الله عليه وسلم أو كس إسكما تجيب حق الله يبو رسول صلى الله عليه وسلم صون كي سواج شبه ومعنى صون كواج شبين إياه إذن روينا إسكي لاليس وحاسد وحافر إياه علماء دقار كود أي قبان حديث كأهل السنة كان كويمد إن ديك جيرك لغا سارو لغا سارو توبين أما وحي لمعنى أما الروح نوصن أيوك لأديك بدن أصهر توب شركة إنديك بدن لغا سارو تانا وحات المامة يا نبي جيه صلى الله عليه وسلم يا وحصوم رئي لمن إنو استوبية مركز رسولك وحول صلى الله عليه وسلم كتوبية إيا كالتوبية بوي أفورين صنكي وكتشبي أيضاً وإن ليسك إلى ليا اللبا احتياطا وحاك ليتو أيضاً صنكي تشبية دمر كي خاص كيهين ديك دلمدا إيا ديك عاددا أيضاً أول سكوة فقسية حديث النبي قال كتوصيص صلى الله عليه وآله وسلم وحيالها الصون كتشبية ووحكوباً أولوباً إلا إسكا إلاليو
dadkuna inta badan way yaqaanaan waana la iska ilaaliyaa arinta kale u baahan in la iska ilaaliyo waxa weeye waxyaala aan soonka jabinaynin laakiin ajirkii soonkaaga dhaawacaya ajirkii qaar goosanaya ama haddaad badsato ajirkii oo dhanba ibar ka dhigaya waxba aan kugu hambaynayn maxay yihiin waxyaalahaas waa wax kastoo ilaahay xarimay oo ishaada ama adinkaaga ama qalbigaaga ama xubnahaagu ay sameeyaan oo ilaahay xarimay adoo sooman soonkaaga dhaawac buu u geysanayaa saas daradeed baa nabigeenna wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam soonku ma aha soonka laydin faray ma aha inaad cuntadii cabitaanka iska daysaan intaa keliya soon ma aha ee soonku waxa weeye afxumadii dhaqanxumada inaad iska daysaan afkaaga iyo adinkaaga inaad kontaroosho ayaa soon la yidhaahdaa sidaas daraaddeed haddii ruux dhaqanxumo kugula kaco ama uu ku caayo ama kula dagaalamo ha ka falcelinin waxaad tidhahdaa buu nabi sal alayh wasalam war waan soomanahay rasamaalkaaga ilaasho soonkaaga ilaasho waxaa kaloo rasuulkeenu leeyahay sal alayh wasalam man lam yadac qawla azuuri waalcamala bih ruuxii aan iska daynin oon ka tegin afxumada iyo dhaqanxumada ilaahay waxba ku fali maayo tabaaraka wa tacaala inuu cuntadii cabitaanka ka tego oomay oo gaajooday waxba ku fali maayo yacni maxaa lagugu falayaa wixii lagaa rabay maada la imaanay waad gaajootay waad socontay laakiin wax kalaad dabaalatay waxba lagaa siin maayo sidaas daraaddeed waad sooman tahay waad sooman tahay afkaagu waa sooman yahay carabkaagu waa sooman yahay indhahaagu waa sooman yihiin gacmahaagu waa sooman yihiin lugahaagu waa sooman yihiin qalbigaagu waa sooman yahay xubinkaaga taranku waa sooman yahay calooshaadu waa sooman tahay soonka shareecadu taqaana kaas wey marka waa inaynu wada soonno adoo dhan waad sooman tahay macnahaana waa macnaha aayadda qur-aankii rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum soon baa laydinku waajibiyey ummadihii hore sidii loogu waajibiyey oo kale xikmaddu maxay tahay faa'iidadu maxay tahay maqsuudku muxuu yahay lacallakum tattaquun inaad is ilaalisaan darteed inaad is jirtaan alla ka baqdaan soonku hadduu kugu kordhin waayo alla ka baqid qalbigaaga wax ka bedeli waayo xubnahaaga wax ka bedeli waayo noloshaada wax ka bedeli waayo soonkaasi waxbaa si ka ah kii shareecadu kuu dirtay ma aha hadduu soonkaagu saxsan yahay waa inuu ku bedelo lacallakum tattaquun cibaadaadka o dhan baana sidaas cibaadada ilaahay waxyaaluhu u jideeya waxaa ka mid ah addoonka inay wax ka bedesho salaadda waa ka rabbi inoo sheegay tabaaraka wa tacaala ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar dembiyada foosha xun iyo wixii shareecadu diiday bay salaaddu dadka u diidaa ka celisaa soo ceeb weyn ma aha inaad sooman tahay haddana dunuubta ilaahay tabaaraka wa tacaala uu diiday kuwa ugu waaweyn adoo sooman inaad lugta kula jirto oo dhiig daadinayso oo dadka laynayso qabyaalad ku laynayso kursi ku laynayso magac diineed ku laynayso urur magacii iyo jago ku laynayso waadna sooman tahay ayu sawmin haada soonkaasi waa noocee marka waa in soonkaagu uu noqdo soonkii sharciga ahaa markaasaa ilaahay kaa aqbalayaa ajirka loo sheegayna aad ka helaysaa haddaad soomi weydo soomaa saa u soomi weydo innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin ilaahay dadkaasu wax ka aqbalaa cid walba wax kama aqbalo camal khaasa iyo dadka sameeyey oo khaasa ayuu ilaahay aqbalaa dadkii waa inaad ka mid noqoto camalkaaguna kii la aqbalayay noqoto saasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala camalkaaga kaaga aqbali khasnadda aakhara kuugu gelin adduuniya aakhara baad ugu barakoobi weliba muslimiintu waa ku kala fiican yihiinoo dadku ayi camal iyo daaco kastoo la samaynayo isku martabad ma ah waa lagu kala fiican yihi saas daraaddeed baa alimaam abulcabaas ibnu qudaamba wuxuu leeyahay almaqdasi kitaabkiisa mukhtasar minhaaji alqaasidiin wuxuu leeyahay dadka soomani maraatib weeye soonku martabada koowaad waxaa la yidhi sawmulcumuum
dadka guud soonkooda kalabaadna waa sawm alkhusus waa soonka dadka khaaska ah ka saddexaadna waa dadka khaaska sii a soonkooda maxay kala yihiin soomka caamka waxaa la yidhahdaa cumuumka ah inaad calooshaada iyo xubinkaaga taranka aad ka celiso shahwada gudashadeeda yacni wixii soonka jebinaya inaad iska ilaaliso waa waa sawmulcumuum sawmulkhusuusna waxaa la yidhahdaa buu yidhi in aad xubnahaaga kale oo dhan wixii ilaahay xarimay iyo dembiga ka ilaaliso ishaada inaad ilaaliso dhagtaada ilaaliso gacantaada ilaaliso lugtaada ilaaliso wax kastoo xubnahaaga ka mida wixii ilaahay u diiday inaad ka reebto waxaa la yidhaahdaa sawmulkhusuus kii horuu ka fiican yahay sawm khusuus alkhusuus waa mid gooni ah waay mid gooniyo dad khaasa ay leeyihiin waay muxuu yahay kaasi waxa weeyaan waa in qalbigaaga inaad ka ilaaliso ood ka soomiso ujeeddooyinka xunxunka ah wixii xun ee qalbiga ku soo dhacaya tabcan waxyaalahaas qalbiga ku soo dhaca waxyaalaha qaarkood xadiidu nafsi baa la dhahaayoo kama celin karno oo laynoona qaban maayo laakiin qalbiga waxaad ka celinaysaa inuu rumeeyo ictiqaadiyo go'aansado u qasdo waxyaalahaasaa laysu qaban qalbiga inaad ilaaliso afkaarta xunxun ee ilaahay ka fogaynaysa inaad qalbiga ka ilaaliso qalbigaaga inaad ka ilaaliso waxaan alla ahayn tabaaraka wa tacaala bilkulliya taa yaa yeeli kara dad khaasa waay laakiin macnaheedu waxa weeye adiga laftaadu meel hoose hays dhigine kuwa khaasatulkhaasa inaad ku biiri karto isku day camalkeenna marka iyo taacadeenna badnida way fiican tahay laakiin mar walba tayaynta iyo camalku inuu yahay camal u dhacay sidii ilaahay faray u jideeyey rasuulkiisuna sal alla alay wasalam u caddeeyo u sharxay taa aan isku taxallujinna insha allahu tacaala thawaabku waa imaanayaa qodobada haddaynu seegno cibaadaadkeennu markaa waxay noqonayaan halbaxaad lagu lisay bal waxaa laga yaabaa ilaahay intaad u tagto adoo wax badan ku tala gashan soom badan iyo salaad badan iyo cibaado badan ku tala gashan ilaahay agtiisa inaad wax ka weydaa suurtagal ah maxaa yeelay cimrigaaga waxbaa kaa khaldanaa mana aadan saxanin ma aadan weydiinin ma aadan baranin ma aadan muxuu ahay isku taxallujinin horay baad isaga socotay waxbaana kula saxsanaa ilaahay baad u tagtay waxba kuuma yaallo sida nebigeenna sal alla alay wasalam uu xadiidku tilmaamayo addoon waxaa jira lixdan sano sooma lixdan sano salaadayoo tukanayay lixdan sanuu tukanayay ilaahay buu u tegay tabaaraka wa tacaala mise lixdankii sano salaadooda hal xabba kama yaallo allahu akbar maxay ku dhacday lixdankaa sano salaad khaldan buu tukanahay mar sujuuduu khaldayey marna rukuucduu khaldayey mana saxanin danna kama gelin oma waxaan saxsanay baa ilaahay wax kugu siinayaa ilaahay badeecadiisa ma waxaad u malaynaysaa wax rakiisoo layska helo allah wax qaaliyu wax ku bixiyaa cibaado qaaliya la imo oo qiimo leh badeecada ilaahay agtiisa taallaay way kuu goyni markaa waa lagu siin waa jannada rabbi iyo ridihiisa tabaaraka wa tacaala salluu wasallimu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxammed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciina warda allahuma can alsaxaabati waattaabiciin watabiciihim waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi ddiin allahuma ina nas'aluka alhuda waltuqa waalcafaafa waalghina rabbana dalamna anfusana wain lam tagfir lana watarxamna lanakunanna min alkhaasiriin allahuma ya xayu ya qayuum birahmatika nastakiidu ruddana ilayk ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة وفلسطين اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم انصر هؤلاء المستضعفين نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.